يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لا يوجد في منزلي تلفاز وأولادي يذهبون إلى الجيران، فهل يجوز لي أن أحضره لأمنعهم من الذهاب وليجلسوا في المنزل؟ يعني أنهم ما جبت لهم ما يفسدهم في بيتك تخليهم يذهبون يفسدون بيوت الناس، هذا لا يجوز. أنت راعي ومسؤول عن رعيتك، فلا تأتي بالتلفزيون لهم، لا تأتي به ولا تتركهم يذهبون، أنت راع عليهم ومسؤول عنهم، واستعن بالله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، ولو بالمسألة الآن مسألة التلفزيون يا ما هو أعظم، هو الإنترنت والأمور الفظيعة، الأمر خطير الآن، تترك أولادك يذهبون، ما يقتصر الآن على مشاهدة التلفاز مع ما فيه من السوء، لكن اليوم جاء أعظم من التلفاز وأخطر، هو الإنترنت وما فيه من البلاء. وأيضا التلفاز يأتي فيه فضائيات فاسدة، محطات فاسدة، لا تترك أولادك يذهبون. نعم.